متابعة مشروع مجمع البروج في مدينة بغداد. قطاع السياحة في العراق يشهد مراحل إنجاز متقدمة وسريعة في سبيل إكمال مشروع بروج السكني والترفيهي، والذي يعد أحدث وجهة للسياحة والترفيه والإسكان في العاصمة بغداد، ليصبح إضافة نوعية ترتقي بواقع القطاع الفندقي في العاصمة، حيث يضم المجمع 210 غرفة فندقية فاخرة، 100 شقة فندقية فاخرة، محلات للبيع بالتجزئة، قاعات اجتماعات مختلفة الإحجام، وغيرها الكثير، وكما في الصور المرفقة في الفيديو.